اهلا بيكم حبايبي طلاب جريد 6 في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. النهارده ان شاء الله هناخد مع بعضينا اخر درس في المنهج اللي هو ليسون 4 في يونت 4 اللي بعنوان Representing the Statistic Data by the Frequency Curve. الدرس بتاعنا النهارده يا اولاد درس سهل جدا، والمساله بتاعت الامتحان في الجزء بتاع الاستاتستكس دايما بتيجي في الدرس ده، مساله سهله خالص ومضمونه. طيب يلا مع بعضينا نبدا الدرس ونفتكر مع بعضينا حاجه خدناها السنه اللي فاتت اللي هو الفريكوانسي بوليجون. ليه هناخد الفريكوانسي بوليجون؟ لان نفس الخطوات اللي عملناها في الفريكوانسي بوليجون السنه اللي فاتت هنعملها بالظبط واحنا بنرسم الفريكوانسي كيرف. الفرق هيكون في ايه واحنا بنرسم الجراف؟ بدل ما هنرسمه لاين سيجمنت هنعمل ايه؟ هنعمل كيرف بايدينا. طيب يلا مع بعضينا نفتكر كده ازاي كنا بنعمل الفريكوانسي بوليجون. طيب هو ايه اصلا الفريكوانسي بوليجون ده؟ احنا بعد لما بنوضح البيانات كده ونرتبها في الفريكوانسي تيبل اوف سيتس بنحاول نرسمها بقى ونمثلها بيانيا على جراف. لما كنا بنرسم الفريكوانسي بوليجون كان يهمني ايه؟ كان يهمني اعرف حاجه اسمها السنتر اوف ذا سيت. كنا بنحسبه ازاي؟ بنقول اللور ليميت بلس الابر ليميت ديفايدد 2. يعني مثلا الست ديت السنتر بتاعها ايه؟ اللور ليميت اهو اللي هو 10، طب والابر ليميت اهو 20. نقول كده 10 بلس 20 ديفايدد 2 تديني كام؟ 30 ديفايدد 2 اللي هي كام؟ اللي هي 15. بعمل ايه بقى؟ باجي هنا كده واكتب الايه؟ 15. لكن ده السنتر بتاع الست. وناخد بالنا لما هنيجي نرسم هرسم ال 15 هيبقى قدامها ايه؟ قدامها 5. طيب وبالنسبه للي بعديها عندي هنا 20 و 30، يبقى السنتر بتاعنا ايه؟ هيبقى 20 بلس 30 اللي هي 50 ديفايدد 2 تبقى 25. يبقى انا عندي هنا السنتر 25. هاخد ال 25 وانا برسم مع الايه؟ مع ال 7. الفرق ما بين الاثنين دول كام؟ 10. يبقى احنا هنمشي نزود 10، يبقى هنا 35 وهنا ايه؟ 45 وهنا 50 ايه؟ 55. يلا مع بعضينا نشوف كنا بنرسم الفريكوانسي بوليجون ازاي. يلا مع بعضينا نشوف هنرسم الفريكوانسي بوليجون للتيبل ده ازاي. هنعتبر ان دي المساله اللي حاجلنا في الامتحان. اول حاجه ابص هنا 10 هنا 20، يبقى السنتر او النص بتاعهم كام؟ خلاص 15. هو سهل ان احنا نجيبها بعينينا، اعمل هنا كده 15 وهنا ما بين ال 20 وال 30 25 وهنا 35، اعمل كده بالقلم الرصاص وكده 45 وكده ايه 55. تمام. وبعد كده اجي على الجراف بتاعي. انا عندي حاجتين، عندي السيتس والفريكوانسي. السيتس هبدا بكام؟ عندي 15 25 35 45 55، اعملهم تحت. ممكن نمشي بايتين عشان نحدد النقط بتاعتنا. اول حاجه عندي كام؟ ال 15. لما اجي ابص هنا كده ال 15 هتاخد معاها ايه؟ هتاخد معاها 5، يعني عندي ال 15 اطلع 5. فين ال 15؟ اهي ما بين ال 10 وال 20. نطلع كام؟ نطلع 5. فين ال 5؟ ما بين ال 4 وال 6. يبقى نطلع لحد ال 5 هنا وكده، نعمل نقطه كده. طيب بعد كده عندي ايه؟ ال 25 نطلع عندها الكام؟ لحد 7. 25 فين؟ 25 هنا، نطلع لحد ال 7 كده. اللي بعديها 35 نطلع لحد 12. 35 هنا، نطلع لحد 12 اهي. يلا اللي بعديها ال 45 معاها 9. ال 45 هنا معاها 9. طيب وال 55 معاها 7. اجي هنا 55 نطلع لحد كام؟ 7. وبعد كده نيجي بالمسطره بتاعتنا ونوصل النقط دي ببعضها، اعمل كده وبعد كده كده وكده وايه وكده. يبقى هو ده ايه؟ الفريكوانسي بوليجون. طيب الدرس بتاعنا بقى النهارده احنا عايزين نرسم الفريكوانسي كيرف، اعمله ازاي؟ نفس النقط اللي احنا عملناها هنعمل زيها بالظبط. احنا كان عندنا النقط ايه؟ 15 مع ال 5، عند ال 15 هيبقى 5، ممكن ننقلهم من التيبل ده. وال 25 معاها 7
وال 35 معاها 12 وال 45 معاها 9 وال 55 7. هنا ال 45 اطلع كام؟ اطلع 9 وال 55 هنا اطلع لحد مين؟ ال 7. احنا بنقول ايه؟ عايزين نرسم كيرف، يبقى اجيب ايدي كده واعمل كيرف. اهم حاجه يمر بالايه؟ بالنقط دي، ولو ايدي اتهزت مش مشكله خالص. ويبقى هي دي الرسمه يا اولاد اللي بيجي لنا في الامتحان. الرسمه بتبقى سهله جدا، ممكن يسالني سؤال على التيبل برده بيبقى سهل. يلا مع بعضنا نشوف الاكزامبل ده. يقول لي ذا فولوينج تيبل شوز ذا فريكوانسي ديستريبيوشن اوف ذا ايجز اوف 40 ستودنتس ان وان سكول. الجدول ده بيوضح توزيع الاعمار للطلاب اللي موجودين في مدرسه، وعدد الطلاب دول كام؟ 40. طالب مني ايه؟ بيقول لي درو ذا فريكوانسي كيرف اوف ذا بريفيوس تيبل ذن انسر ذا فولوينج كويتشنز. الاسئله دي يا اولاد احنا هنجاوبها منين؟ من التيبل. بس احنا عايزين نرسم الاول. ارسم ازاي؟ اول حاجه احدد السنتر. فين السنتر عندي؟ ما بين ال 6 وال 8. في عندي ايه؟ في عندي 7، يبقى انا اعمل هنا كده 7. تمام؟ ما بين ال 8 وال 8 وال 10 9. 7 9 يبقى هنا 11، بعد كده هنا 13، وبعد كده نعمل 15. نعمل دي كده بالقلم الرصاص على التيبل اللي هيجي لنا في الامتحان. بعد كده اعمل ايه؟ اروح عند ال 7 واطلع 8، اروح عند ال 9 واطلع 9، اروح عند ال 11 واطلع 5، اروح عند ال 13 واطلع 13، اروح عند ال 15 واطلع 5. تمام؟ طيب هنعمل ايه؟ هنرسم تو اكسيز، هنرسم هوريزونتال لاين وفيرتيكال لاين. الهوريزونتال اكتب عليه الايدجز، والفيرتيكال اكتب عليه النمبر اوف ستودنتس اللي هو ده. يبقى نعمل كده الايدجز وكده النمبر اوف ستودنتس. طب هنا بقى احط ايه؟ اكتب كام؟ اروح هنا بص، انا عندي هنا 6 و8 و10 و12 و14، اكبر حاجه 14. هل لو انا قلت 1 2 3 4 5 هقدر اوصل ل 14؟ مش هقدر. يبقى نعمل ايه؟ نمشي سكيب كاونتنج باي 2، امشي 0 2 4 6 8 10 12 14. ليه ما مشيناش 1 2 3 4؟ علشان هنحتاج لاين كبير، فلازم امشي باي ايه؟ باي 2. طيب عندي هنا احنا ماشيين برضو باي 2، عشان اكبر حاجه عندي كام؟ 13. وانا ممكن لو عملت باي 2 اوصل لحد ال 14، يبقى ال 13 برضو هقدر ايه؟ هقدر امثلها. اول واحد معانا بقى ايه؟ اروح عند ال 7 واطلع 8. ال 7 ما بين الايه؟ ال 6 وال 8. ال 7 اهي، اطلع من عندها لحد فين؟ لحد ال 8 اهي. طيب اللي بعد كده اروح عند ال 9 واطلع 9. ال 9 فين؟ هنا. اروح عند ال 9 واطلع 9. وبعد كده طبعا هروح عند ال 11، اروح عند ال 11 اطلع 5. عند ال 11 نطلع 5 هنا كده. وبعد كده عند ال 13 نطلع 13. عند ال 13 اطلع 13. وبعد كده عند ال 15 نطلع 5. عند ال 15 نطلع 5. نرسم دلوقتي الكيرف. اجي هنا اعمل كيرفات بقى قوي، امشي كده خط منحني واعمل كده خط منحني، واجي هنا واطلع للي فوق ديت وعندها وانزل ايه؟ وانزل كده. امشي بايدي خط منحني. تمام؟ يبقى هو ده الفريكونسي كيرف. طب يلا نجاوب على الاسئله. الاسئله دي يا اولاد هنجاوب عليها من التيبل مش من الكيرف خالص. بيقول لي هنا ايه؟ How many students whose ages are 12 years or more؟ كم عدد الطلاب اللي اعمارهم 12 or more؟ اعمل ايه؟ اروح عند ال 12، ال 12 اهي. بيقول لي اور مور يعني 12 او اكتر، او اكتر يبقى همشي في الاتجاه ده. يبقى دول ومعاهم دول، هم دول اللي اعمارهم 12 اور مور. يبقى 13 بلس 5 يديني كام؟ يديني 18. 18 مين؟ 18 ستودنتس. والسؤال الثاني بيقول لي هاو ماني ستودنتس هوز ايجز ار ليس ذان 10 ييرز. اجي عند ال 10. هو بيقول لي لزان اقل من 10، يعني ما ينفعش ناخد ال 10. يبقى هم المجموعه دي والمجموعه دي
دول اقل من 10. كام وكام؟ 9 وكام و8. 9 و8 17. يبقى هنا 17 students. يبقى احنا دايما هنرسم الكيرف والاسئله اللي هتجيلي هجاوبها منين؟ من التيبل. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحة موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. اللي شايف انه بيستفيد من القناة وحابب انه يساهم في دعمها واستمرار نجاحها ممكن يدعم القناة عن طريق فودافون كاش على رقم اللي قدامكم على الشاشة. يلا مع بعضنا نشوف الاكسرسايز اللي على الليسون. اول مسألة معانا بيقول لي the following table shows the number of hours which are spent by 6 pupils to study their lessons daily. الجدول ده بيوضح عدد ساعات المذاكرة اليومية لعدد 60 طالب. تمام؟ هنا 1 2 2 يعني ايه؟ يعني اللي ذاكروا من اول ساعة لحد قبل ساعتين ما كملوش ساعتين 9، واللي ذاكروا اكتر من ساعتين لحد قبل 3 ساعات 13، واللي ذاكروا 3 ساعات لحد قبل 4 ساعات ما وصلوش لاربع ساعات كام؟ 18 and so on. بيقول لي ايه؟ represent this data by the frequency curve. اول حاجة اعمل ايه؟ نجيب السنتر، لان هو ده اللي هرسم عنده. ادي عندي اللور ليميت وادي الابر ليميت. السنتر عبارة عن ده بلس ده ديفايدد 2، او اجيبها بعيني هنا 1 وهنا 2، اللي في النص ما بينهم كام؟ 1.5. ما بين ال 2 وال 3 اللي في النص كام؟ 2.5. يبقى هنا 3.5 وهنا 4.5 وهنا هيبقى 5.85. يلا نرسم الفريكوانسي كير. احنا الورقة حجلنا كده بالظبط، نعمل خطين كده، نعمل ده كده ونعمل ايه؟ ونعمل ده كده. هنا هنكتب ايه؟ هنا هنكتب النمبر اوف بيوبلز. وهنا هنكتب الـ number of hours. يلا هنا هنمشي كام؟ هنا عندي 1 2 3 4 5 and 6، ممكن امشي كده، خلي ده 1 هنا، 2 هنا، 3 هنا، 4 هنا، 5 هنا، 6. طيب وبالنسبه لايه؟ لهنا عندي قرايه كبيره، عندي 18، يبقى نمشي باي 2. يبقى نعمل هنا طبعا 0، هنا هعمل 2 4 6 8 10 12 14 16 18. يلا نجيب النقط بتاعتنا بقى. هنا اروح عند ال 1.5 واطلع 9، عند ال 1.5 هنا ما بين ال 1 وال 2 واطلع كام؟ اطلع 9. يبقى هنا كده، يبقى دي أول نقطة عندي. النقطة التانية أروح عند الـ 2.5 وأطلع 13. آدي الـ 2.5 وأطلع لحد الـ 13. اللي بعديها أروح عند الـ 3.5 وأطلع 18. آدي الـ 3.5 أطلع لحد الـ إيه؟ الـ 18. اللي بعديها 4.5 12. عند الـ 4.5 أطلع لحد الـ 12. طيب 5.5 اطلع لحد ال 8. 5.5 اطلع لحد ال 8. بعد لما رسمنا النقط احاول ارسم كيرف بايدي كده يمر بالايه؟ بالنقط. ويبقى احنا كده خلصنا المساله. المساله اللي بعد كده بيقول لي the following table shows the marks of 100 students in 1 month in maths. الجدول ده بيوضح درجات 100 طالب في ماده الماس في شهر. From 20 up to 30، يعني من أول الدرجة 20 لحد قبل ال 30 في عندي 15 طالب جايب الدرجات دي. طيب من أول ال 30 لحد قبل ال 40، يعني لحد ال 39 عندي كام واحد جايب الدرجات دي؟ 30. ومن أول ال 40 لحد قبل ال 50 في عندي 40 طالب جايبين الدرجات دي. بيسألني ويقول لي what is the number of students who record less than 40 marks، وعايز نرسم الإيه؟ الفريكونسي كيرف.
دايما السؤال هنجيبه من التيبل. بيقول لي what is the number of students who record less than 40، اقل من ال 40. ال 40 فين اهي؟ مين هي الدرجات اللي اقل من ال 40؟ المجموعه دي والمجموعه دي. دول كام واحد؟ دول ال 30 والايه وال 15. 30 و 15 يبقوا كام؟ يبقى 45. يبقى اجابه السؤال ده 45 students. عايزين نرسم بقى الكيرف، اعمل ايه؟ احدد السنتر ما بين ال 20 وال 30، السنتر بتاعهم كام؟ 25. ما بين ال 30 وال 40 35. يلا نمشي 25 35 45 50 ايه 55. ارسم ازاي؟ اعمل كده vertical line و horizontal line، اعمل كده واعمل كده. هنا نكتب النمبر اوف ستودنتس وهنا نكتب المارك. هنا نكتب النمبر اوف ستودنتس وتحت نكتب الايه الماركس. نمشي ازاي؟ عندنا 20 30 40 اكبر حاجه 50، يبقى ممكن نمشي من اول الزيرو ونمشي باي ايه؟ باي 10. يبقى اعمل هنا 0 10 20 30 40 50 then 60. يلا نشوف عددهم. اكبر حاجه عندي ال 40، يبقى نمشي ازاي؟ ممكن امشي باي 5. نمشي 5 10 15 20 25 30 35 then 40. يلا نشوف النقط بتاعتنا. اروح عند ال 25 واطلع 15. فين ال 25؟ اهي ما بين ال 20 وال 30 واطلع 15. يبقى هنا اللي بعديها اروح عند ال 35 واطلع 30. ادي ال 35 واطلع لحد ال 30. اللي بعديها اروح عند ال 45 واطلع 40. ادي ال 45 واطلع لحد ال 40. اللي بعديها 55 15. عند ال 55 كام؟ 50. وبعد كده اعمل كيرف كده. يبقى احنا كده خلصنا المسألة. المسألة اللي بعد كده بيقول لي on the orphans day a group of students donated amounts of money in pounds shown in the following table. في احد الايام الخيريه مجموعه من الطلبه تبرعوا بمبلغ من المال. هنا الماني ان باوندز وهنا النمبر اوف ستودنتس. يعني اللي دفع 3 جنيه لحد قبل 5، يعني اللي دفع 3 جنيه و4 جنيه 7 طلاب، واللي دفع 5 او 6 10، واللي دفع 7 او 8 15. بيسالني ويقول لي وات از ذا نمبر اوف ستودنتس هو دونيتد 7 باوندز اور مور. فين ال 7 باونس؟ اهم. بيسالني على عدد الطلبه اللي اتبرعوا ب 7 جنيه او اكتر. طبعا ال 9 يعتبر او اكتر، ال 11 او اكتر، يبقى نختار مين؟ نختار دول ومعاهم دول ومعاهم ايه؟ ومعاهم دول. 15 و10 25 و8 33. يبقى الاجابه هنا 33 students. السؤال سهل قوي. دايما السؤال بجيبه منين؟ من التيبل. يقول لي دلوقتي درو الفريكوانسي كيرف. قبل ما ارسم الفريكوانسي كيرف احدد السنتر. هنا 3 و5 النص ما بينهم ايه؟ 4. هنا ما بين 5 و7 6 7 و9 8، بعد كده 10، واعمل هنا 12. لازم اعمل واحده بعد عشان هي تشتغل مع دي. يلا نرسم الايه الكيرف، احدد الاكسيس بتاعتي. اعمل كده، اعمل كده واعمل كده. هنا هنكتب ايه؟ النمبر اوف ستودنتس. نمبر اوف ستودنتس. هنا الاماونت اوف ماني. الاماونت اوف ماني. نمشي هنا ازاي؟ اعلى قيمه عندي كام؟ 11 12 سوري. يبقى نرسم باي 2.
0 2 4 6 8 10 12. طيب هنا اعلى قيمه عندي كام؟ 15. نمشي برضو باي 2. هنا 2 4 6 8 10 12 14 then 16. يلا اروح عند ال 4 واطلع 7 واللي بعديها 6 واطلع 10. اروح عند ال 4 واطلع 7 واللي بعديها كام؟ 6 واطلع 10. اللي بعديها اروح عند ال 8 واطلع 15 وبعد كده ال 10 مع ال 10. اروح عند ال 8 واطلع 15 وبعد كده 10 مع ايه؟ مع 10. اخر واحده 12 نطلع 8. عند ال 12 نطلع 8. بعد كده ارسم الكيرف بايدي كده من غير مسطره، انا برسم كيرف. الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي the following table shows the extra money which 100 workers got in a month in a factory. They are as follows. دي الفلوس الزيادة اللي خدوها 100 عامل شغالين في مصنع. يعني اللي خد من اول 20 جنيه لحد قبل ال 30 20 عامل، واللي خد 30 جنيه لحد قبل ال 40 كام واحد؟ 15. اوكي and so on. بيسألني ويقول لي What is the number of workers who obtained extra money less than 50 pounds؟ اروح عند ال 50. بيقول لي كم عدد العمال اللي خدوا فلوس اقل من 50؟ مين اللي اقل من 50؟ المجموعة دي والمجموعة دي والمجموعة دي، اللي هم ال 30 والايه وال 15 والايه وال 20. 20 و 30 50 و 15 65. يبقى الإجابة هنا 65 workers. وبعد كده بيقول لي درول فريكوانسي كيرف، يبقى نحدد السنتر ما بين ال 20 وال 30 25، ما بين ال 30 وال 40 35. نمشي ازاي؟ ماشيين بنزود 10 25 35 هنا 45 هنا 55 65 78 75. يلا نرسم الكيرف. اجي هنا اعمل كده ونعمل هنا كده، تمام. هنا الـ number of workers، وهنا الـ extra money. أعلى حاجة هنا إيه؟ نبص عندي كده، أعلى حاجة عندي 75، يبقى نمشي باي 10. 0 10 20 30 40 50 60 70 then 80. طيب هنا الـ number of workers أكبر حاجة عندي إيه؟ 30. يبقى ممكن نمشي باي 5. 5 10 15 20 25 then 30. يلا نشوف النقط بتاعتنا. ال 25 اروح عندها واطلع لحد ال 20. 25 فين؟ هنا كده واطلع لحد ال 20. اللي بعديها 35 اطلع لحد ال 15، واللي بعديها 45 لحد ال 30. 35 لحد ال 15 واللي بعديها 45 لحد ال 30. اللي بعديها 55 لحد ال 20. 55 اهي لحد ال 20. 65 10 75 5. 65 لحد ال 10 و 75 لحد ال 5. اعملها ازاي؟ اعمل كده، امشي كده واجي كده واعمل كده واطلع كده وانزل كده، اعمل كير ما استعملش المسطره، ويبقى احنا كده رسمنا الفريكوانسي كير. يلا نشوف اخر مسألة معانا، وانا بعتبرها مسألة مهمة لان ساعات كتير في الامتحان يجيب لي التيبل ويجيب لي فيه حاجات مش معروفة ومطلوب مني ان انا اعرفها.
هنا بيقول لي the following data represent daily income of 40 persons in Egyptian pound. الجدول ده بيوضح الدخل اليومي لعدد 40 persons، يعني اللي بيكسب في اليوم من اول 10 جنيه لحد قبل ال 20 دول كام؟ عددهم 5. واللي بيكسب من اول ال 20 لحد ها قبل كام الاكس هتبقى كام؟ هنشوفها دلوقتي. دول كام؟ دول 8. تمام؟ and so on. يقول لي find the x والواي. لما اجيب الاكس هنا يا اولاد الاكس بكام؟ انا عندي هنا 10 20 ها يبقى دي كام؟ يبقى دي 30. سهله جدا. يبقى انا عندي هنا الاكس ايكوالز كام؟ ايكوالز 30. طيب عايزين نجيب الواي، اجيب الواي دي ازاي؟ مش المفروض ان كلهم الصم بتاعهم 40؟ يبقى الواي عندي بكام؟ الواي عندي ب 40 ماينس مين؟ الصم بتاع دول، يعني 5 بلس ال 8 بلس ال 11 بلس ال 9 اللي هي هتيكوالز معانا ال 40 ماينس عندي هنا 11 و 9 20 و 8 و 5 13 يبقى 33 اللي هتديني كام؟ تديني 7. يبقى الاكس ب 30 والواي بكام؟ ب 7. بيقول لي بعد كده find the set of the greatest frequency. مين هي المجموعة اللي فيها أكبر عدد؟ ها؟ أنهي واحدة؟ إحنا جايبين دي كده ب 30. شايفين فيها كام؟ فيها 11. المجموعة دي لما أحب أسميها أقول إيه؟ أقول كده from 30 to less than 40. يعني من أول ال 30 لحد أقل من ال 40. طيب بيقول لي find the number of persons who get 30 Egyptian pound and more daily. مين هنا اللي الدخل بتاعه 30 جنيه في اليوم او اكتر؟ طالما قال لي or more يبقى المجموعه دي والمجموعه دي والمجموعه دي اللي هم كام؟ 11 و9 والواي اللي هي 7. يبقى لما نيجي نجاوب على السؤال ده نقول ايه؟ 11 بلس 9 بلس 7 اللي هي 27 بيرسون. زي ما انتم شايفين يا اولاد الدرس سهل جدا، مفيش فيه اي مشاكل خالص. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق لكم ان شاء الله.